أهلا وسهلا فيكم في سلسلة التشخيص المحتمل في المسالك البولية. اليوم راح أتكلم عن عرض تكرار التبول عند النساء في منتصف العمر. تأتي المرأة بعد سن 40 وتشتكي من تكرار وإلحاح التبول بالنهار وبالليل، كل نص ساعة أو ساعة لازم تروح الحمام، تشرب لها غلاس ماء، لازم تروح الحمام. قد يصاحب هذا الأمر حرقان في البول، قد يصاحبه عدم القدرة على التحكم قبل الوصول إلى الحمام، وقد يصاحب أيضا أعراض فقدان التحكم في البول أثناء بذل المجهود مثل الكحة أو العطاس. فإيش ممكن يكون السبب أو إيش هي احتمالات هذه الحالة؟ من أشهر احتمالات الحالة إذا كان هناك حرقان في البول وألم في البطن هو التهاب المثانة، فهنا ممكن تشخيص هذا الأمر بعمل تحليل للبول العادي مع الزراعة، وبعد ذلك نعطي مضاد حيوي وتنتهي المشكلة. الأمر الآخر أنه قد يكون هناك فقط تكرار في التبول وإلحاح مفاجئ، وربما فقد التحكم في البول عند حدوث هذا الإحساس والتحليل سليم، وهنا يكون ما نسميه فرط نشاط المثانة أو زيادة نشاط المثانة أو ما كان يسمى سابقا المثانة العصبية. طبعا إذا كان هناك مرض عصبي مثل التصلب اللويحي الأمس أو السكر المزمن فهذا قد يسبب نوع من الأعراض المشابهة. أما إذا وجد عدم التحكم في البول مع المجهود فهذا أيضا يصاحب التكرار، وهذا نسميه فقد التحكم البولي المختلط، ويحصل بعد سن 40 في النساء اللي تعرضن للحمل والولادات المتكررة، وهذه كلها لها وسائل علاج مختلفة، بس هذه احتمالات التشخيص لهذه الحالة.